بونجور، لان المساج فوائد كثيرة لإليك ولطفلك، بخليك تقطعي مرحلة الكآبة من بعد الولادة بطريقة أسرع، بزيد لك ثقتك كأم، وبقوي العلاقة بينك وبين طفلك، أما بالنسبة لطفلك بخليه ينام بطريقة أفضل، بخليه ينمش جسدياً وفكرياً بطريقة أسرع، بخفف وجع الأسنان، بخفف وجع المغص، بسهل عملية الهضم، وكمان بيساعد البيبي إنه ما يزيد عصبيته بسرعة ويخفف من كثرة انفعاله. كي الغراض اللي انت بحاجه لانه تبلش المساج منشفي غراض لتغيير الاحفاد، الزيت اهم شيء يكون زيت طبيعي مثل زيت الزيتون او زيت اللوز، ولازم يكون عندك راديو بنحط عليه اغاني رايقه على صوت واطي. اول منطقه حنبلش فيها المساج هي الاجرين، بنحط زيت على ايدينا، بنفركه كثير منيح حتى يدفى، بنحط ايدينا على البيبي كمان نحسسه بالطمانينه، ومنقول له انه هلا وقت المساج. بنمسك الاجر من الكاحيل، ثاني ايد على المفصل، بنطلع بشكل مستقيم، مره اثنين ثلاثه، ودائما لازم تكون ايدنا على البيبي، ما بنتركه بالهواء حتى ما ينقص. بنرجع بنحط ايدنا على المفصل، ايد الثانيه ملزوقه فيها، وبنطلع بشكل دائري من المفصل على الكاحيل، ثلاث مرات. نرجع ننتقل لكعب الاجرين، نمسك الاجر بهالطريقه كي بنعمل بالاصبع الكبير الاثنين، نكبس على كل كعب الاجر، نرجع نمسك الاجر بهالطريقه من فوق، نكبس من عد للثلاثه، نرجع على المنطقه النصانيه كمان نكبس من عد للثلاثه، بنعيدها ثلاث مرات. نرجع على كعب الاجر من فوق، نعمل بأصابعنا الكبار بشكل دائري من فوق وحوالي المفصل. اخر شيء بننتهي بنعمل حركة دائرية على الأصابع الاجرين، ونفس الحركة اللي عملناها هون على هالاجر بنعيدهم على الاجر الثاني. اوكي، هلا حننتقل على الايدين، بنحط زيت على ايدنا، نفركهم كتير منيح، نحط ايدينا على البيبي. كيف بنبلش؟ بنحط ايدنا على المعصم وايد من تحت، نعمل حركة طلوع. كيف دايما مثل ما قلنا ما بنترك ابدا البيبي بالهواء حتى ما ينقص. نرجع على الحركة، نحط ايدينا حد بعضنا، نطلع بشكل دائري طلوع، ثلاث مرات. نرجع بنعمل كف الايد كمان بالاصبع الكبير، نكبس، نرجع بناخذ الايد عن ظهره، بنعمل بشكل دائري من المعصم للاصابع، بشكل دائري حول المعصم. اخر شيء بنعمل الاصابع حركه دائريه مثل ما عملنا لهالايد، بنعمل نفس الشيء لايد الثانيه. نرجع بنحط زيت على ايدنا، نفركه كثير منيح، وننتقل للصدر، بنحط ايدنا حد بعضهم، بنطلع طلوع كانه عم نفتح كتاب، بننزل نرجع على النقطه اللي بلشنا فيها، نعيد الحركه ثلاث مرات. نرجع ننتقل على البطن، ونحط ايدينا حوالي الذكرى كأنه عم نفتح كتاب لبرا، ثلاث مرات. نرجع نبلش كأنه عم نكتب I love you على بطن البيبي، I love you، I love you، I love you. بنعملها على هالميله لان هون اكثر شيء مطرح المصران الغليظ، كمان يساعد البيبي تي ظهر الغازات اللي مزعجينه، وهذا كثير بفيدنا وقت المغص. كيف نرجع نمسك الاجرين بهالطريقه، بنكبس مره اثنين
ثلاثة. كمان نساعد البيبي إذا في غازة زاجينه يظهروا لبرا. نرجع بأصابيعنا بكعبون، بنعمل حركة دائرية حوالين البطن. آخر شيء نعمل إيدينا كأنه طاحون الماي من تحت الصدر، نزول كمان نساعد البيبي ليرتاح. وهلأ حنعمل الظهر، بنحط زيت نفركه تيطفى. بكعب الأصابع نعمل حركة دائرية على الظهر، نرجع بإيد واحدة وهن وأصابعنا مفتوحين كأنه عم نمشط الظهر بقوة خفيفة. نرجع من قوة شوي صغيرة، تالت مرة بتكون أقوى. وهيك بتكون خلصنا المساج للبيبي. وقت المناسب للمساج أهم شيء ما يكون وقت نوم البيبي ولا أكله، يكون البيبي واعي عم يستكشف اللي حواليه. مدة المساج ما في وقت محدد، مهم البيبي ما يكون مزعوج ويكون مبسوط. ميرسي لمشاهدتكم هيدا الفيديو.